فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إن الطبيب أمره بأن يصلي على الكرسي، يقول: وأنا أستطيع الوقوف والجلوس، فما حكم صلاتي على الكرسي؟ إذا كان وقوفك يؤثر عليك والطبيب يعرف هذا فتصلي على الكرسي أخذا بقول الطبيب، لأنه طبيب ويعرف إن القيام يؤثر عليك وأنت تحت العلاج، تأخذ بقول الطبيب. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.